السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فمن الصفات المذمومة التي حذر الله ورسوله منها صفة المسألة، والمقصود بالمسألة أن يسأل الإنسان أموالهم أو حاجاتهم من غير ضرورة أو حاجة ملحة، لما يتضمن هذا السؤال من الذل لغير الله تعالى. قال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود أنهم لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وعنده ما يغنيه فقد ألحف في المسألة، انتهى. أروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: يا رسول الله، من المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر. قال بعضهم: السؤال في الأصل أنه حرام إلا لضرورة أو حاجة قريبة من الضرورة، لما يتضمن هذا السؤال من الشكوى لغير الله تعالى، وفيه أيضاً إظهار قصور نعمة الله جل وعلا على عبده، وفيه أيضاً ذل لغير الله تعالى، وأيضاً قد يعطيه المسؤول حياءً أو رياءً، وهذا حرام على السائل، انتهى. قال الشاعر: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب. وقال آخر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الأفاضل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من تحل له المسألة، فروى مسلم في صحيحه من حديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ومعنى تحمل حمالة أي تحمل ديناً أو دية للإصلاح بين الناس، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة في ماله، إما حريق أو فيضان أو ما أشبه ذلك، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة أي فقر بعد غنى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، من عقلاء القوم، فيشهدون بهذا: لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والسحت هو المال الحرام، ولذلك جاء في الحديث الآخر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية. قال الصنعاني رحمه الله، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي في سننه
من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه. قال الصنعاني: أما سؤال المسلم ولي أمر المسلمين أن يعطيه من بيت مال المسلمين فهذا لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل حقاً له في بيت المال. وقال في موضع آخر، والذي يظهر تحريم السؤال إلا للثلاثة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة، وأيضاً الحديث الآخر الذي فيه سؤال السلطان. أيها الإخوة الأفاضل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغنى الذي يحرم به السؤال، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل ابن الحنظرية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل وإن كان شاقاً والمال الذي يأتي منه قليل، إلا أنه خير للمرء من السؤال. فروى البخاري في صحيحه من حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السائل من غير ضرورة أو حاجة ملحة إنما يفتح على نفسه باب الفقر. فروى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث أقسم عليهن، وذكر منها: ولا فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من أصحابه ألا يسأل الناس شيئاً من متاع الدنيا. فروى مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون؟ قال: وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة: ألا تبايعون؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فبسطنا أيدينا وقلنا: على ماذا نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأسر كلمة خفية، وألا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وروى الإمام أحمد مسنده من حيث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. قال النبي فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان رضي الله عنه يسقط صوته وهو على بعيره فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذ هذا الصوت. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم: فلا يسأل الناس شيئاً من متاع الدنيا. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس
بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لأرزو أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا، أي لا أسأل أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر الصديق يقول أو ينادي حكيم ليأخذ حقه من العطاء، فيأبى أن يأخذ منه شيئا. ثم جاءت خلافة عمر فناداه فأبى أن يأخذ شيئا، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم أني أعرض على حكيم حقه من هذا الفيء، فيأبى. فلم يرز حكيم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاءً خيراً ولا أوسع من الصبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.